السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في الحلقة الأخيرة لهذا العام من برنامج الشعب ينتظر. عام مضى وما زال الشعب ينتظر، كان اختيارنا كادر الشعب ينتظر اختار هذا العنوان لكي يكون عنوان للحلقة الأخيرة من هذا العام. انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. على مدى عام من الزمن كنا نحاول احتواء ما مر ببلدنا الجريح من أزمات، ووقفنا موقفا جديا من كل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بروح الشعب لا بروح المسؤول. كل الذين جلسوا هنا تكلموا عن أزمة القيادة وعن الطائفية والعرقية وعن الإجرام والمجرمين، عن أسباب الموت المجاني الذي يوزع على العراقيين مرة بالانفجارات ومرة بالإهمال الطبي ومرة برحلات الهروب من داعش، وتعددت الأسباب وصولا إلى الرز الفاسد. بلد يطوف على بحيرة من النفط يعاني أبناؤه البرد القارس، بلد فيه نهران عظيمان يشرب أبناؤه ماءه كدرا وطينا، بلد فيه أكبر معامل الإسفلت نصف شوارعه غير مبلطة وبغداد تغرق مع أول زخة مطر، بلد يستورد المحاصيل الزراعية وأرضه الخصبة تتصحر يوما بعد يوم، بلد المراقد والمعالم الآثارية والجبل والهور وسياحته اسم على غير مسمى، بلد يصدر الخير للغير ويلقي لأبنائه بالفتات، بلد تغيرت ألوان تعدديته وطوائفه واصطبغت بالأحمر فقط لأجل أصحاب المعالي والسيادات والزعامات لكي يبقوا على صدره المليء بالطعنات جاثمين، بلد يتدخل بشؤون الآخرين ويحسب حساب الجار قبل الدار، بلد فقدنا فيه الثقة بأنفسنا وعراقيتنا ونحن نرى الكبار يتصارعون على مكاسبهم غير آبهين بحاضرنا المزري ومستقبلنا المجهول، بلد النازحين والمهجرين والمهاجرين. حلقة اليوم لكم للشعب الذي ينتظر، أما صاحب المعالي والسعادة فينتظر رأيكم فيه وهو الغائب الغائب. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة مخصصة لاستقبال اتصالاتكم وآرائكم حول عام مضى وما زال الشعب ينتظر. ذكرنا في المقدمة جملة من الأمور، هذه الأمور كانت من واقعنا ولم تكن هذه الأمور بصراحة يعني على مدى العام الماضي فحسب، سبقتها أعوام كثيرة. الإشكالية في العراق ربما عمرها الآن أكثر من 13 عام والشعب ينتظر الفرج. تكلمنا وقلنا أننا البلد النفطي الأول، واليوم الجميع يعاني من هذه الأزمات الخانقة في المشتقات النفطية، هذا البرد القارس، والعراقي يشتري برميل النفط الأبيض بأكثر من 200,000 دينار. طبعا هذا للي عنده، اللي ما عنده إلى الله، بالأخص المهجرين والنازحين اللي دي يعيشون أسوأ الظروف. حقيقة أيضا ماذا نشوفه من واقع اقتصادي مؤلم، الميزانية سنة على سنة تتناقص، المخصصات للمواطن دا تتناقص، الموظف دا يتحمل ضرائب فوق طاقته، هذا كله أيضا من جملة الأمور اللي تزيد من معاناة المواطن العراقي وهو يتأمل سنة على سنة أن يجي حل. النكبة الكبرى، نكبتنا بدخول داعش إلى
5 محافظات وأجزاء من محافظة سادسة، وما زلنا إلى اليوم بانتظار التحرير الناجز لمحافظة نينوى، هذه المحافظة العزيزة التي ما زالت مستلبة من قبل داعش وما زال أهلها في غالبهم محاصرين في الداخل. البلد الذي يعاني إلى الآن من أزمة مياه. عيب لما نتكلم عن عراق بنهرين، يعني نهرين أساسيين ما عدا الأنهر الفرعية، والعراق اليوم يشتري الماي من الأسواق، معامل الماي صارت أكثر شيء يعني بالعراق من مصانع، هذا كله عيب. نرجع ونذكر السادة المشاهدين أنه نستقبل اتصالاتهم وآرائهم حول هذا العام اللي مضى واللي راح بكثير من الشر وقليل من الخير كالمعتاد عليهم. نعم، طيب، ذكرنا أيضا أنه البلد بمعامل هواية ونسمع دعم الصناعة الوطنية ولازم ندعم الصناعة الوطنية، معامل الأسفلت اللي موجودة، التبليط اللي نسمع به دائما، واللي طبعا أعداد الشوارع المبلطة عندنا دا يتناقص مو دا يزايد، ودول العالم الأخرى دا تفكر ببدائل، وإحنا إلى الآن مع أول زخات المطر تشوفنا غرقة المدن وتبدأ العالم تشتكي. وطبعا الصور موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي صارت أشبه بالنكتة، قام المواطن يتندر أنه أكو بحيرات صناعية كبيرة صارت عنده بالمدن، لأنه أولا ماكو منظومات مجاري جيدة. وطبعا هذا الكلام عن المدن، ما نحكي عن المخيمات، المخيمات اللي طافت واللي شفنا جزء يعني يمكن بسيط من هذا الحال بالفاصل اللي شفتوه قبل قليل، الناس اللي موجودين طبعا في مخيم الحردانية، واليوم وصلت هاي الصور حقيقة لمأساتهم وشلون يعانون داخل هذا المخيم في محافظة صلاح الدين، محافظة صلاح الدين اللي عدد النازحين بها الآن إلى الآن تقريبا ثلث أبناء المحافظة، وأكو وعود نسمع إن شاء الله قريبة بإعادتهم، وأنه منتصف شباط راح يكون الموعد، وما نعرف إذا كان هذا الكلام يعني سيطبق أم لا. لهجة الخطاب اللي يتكلم بها مجلس محافظة صلاح الدين يبدو كانت ملزمة، لكن هل سيلتزم أو هل ستلتزم الأطراف التي تمانع في إعادة هؤلاء؟ نذهب إلى أول اتصال. الأخ، نعم، الأخ فاضل، ألو، حياك الله أخي الكريم، حياك الله أخي الكريم، عليكم السلام ورحمة الله. أخ فاضل أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ حياكم الله. سؤال أستاذ مالك حول النازحين والمهجرين. نعم. وسجلت لهم الدولة بداية سنة 2016. يعني احنا هسه حاليا نسكن بالضلوعية. نعم. بالضلوعية يعني شنو اللي قدمت لنا الدولة؟ النفط تلزم سيارة 4 ساعات 5 ساعات ما تحصل. المواد الغذائية بالنسبة لل يعني لصاحب البطاقة التموينية، يعني التموين مالتها مادة لحد لا صار 7 أشهر، لا دهن لا تمن لا شكر، حينها تجينا النهاية كل سنة تجينا مرة واحدة. يعني احنا مهجرين زين، لا اكو رواتب، لا اكو عندك تموين، لا عندك بطاقة ذكية، بس شهر ما ينطوف بس شهرين بس تجيك 250,000 دينار. نعم. احنا اكثر مبنيتنا ساكنين اجارات، شبابيك مالتنا من نايلون ملتحف الارض ومن صوت السماء، يعني وضعيتها تعبانه بشكل يعني مأساوي حيل. طيب، منو اللي يمنع اليوم عودتكم الى مناطقكم؟ هي إيه
احنا نتوجه ونتامل من الخيرين من الدوله، نتامل من دوله اللي هم هي تعتبر ان مثلا احنا انا معز بلد يعني عشان معز بلد نتامل بعشائر البلد حكومه بلد باهل البلد انه يتعاطون بهذا المجال ونقعد احنا وياهم على طاوله واحده نتحاور نشخص الخلل نشخص الخطا حتى يقولون يابا هاي جائعكم هاي اراضيكم هاي مساحتكم واحنا ايضا نضم يعني صوتنا الى صوتكم اخي العزيز اخ فاضل احنا ايضا نضم صوتنا الى صوتك ونقول لك نعم نعم احنا نضم صوتنا الى صوتك ونقول لك هذا منبركم والكلام اللي قلته حضرتك كله صحيح وكله واقعي والدليل ما دنشوفه يعني والدليل ما دنسمع به وما دينقلوه ان اخواننا المراسلين مراسلي قناة سامراء اللي متواجدين في كل انحاء العراق اليوم النازحين ديعانون الامرين وخاصة انه هذا ثالث شتاء يمر عليهم وطبعا مستوى الدعم المقدم لهم ضعيف جدا منحة المليون مرة او مرتين ومنحة الربع مليون وطبعا هاي ما تكفي ايجارات ربما لأربع أو خمسة أشهر للنازحين في مناطق معينة مناطق مثلا يكون فيها مستوى الإيجارات عالي بالتالي هؤلاء عانوا الأمرين وما التفتت لهم حقيقة الحكومة ونسأل أيضا عن الميزانيات وين راحت ميزانيات المحافظات يا حكومة يا مركزية يعني المفروض اليوم تطلقوها في سبيل على الأقل يستفاد منها النازح وكل مرة نسمع أنه النازحين لهم أولوية والنازحين ما حصلوا شيء إلى الآن نعم عموما هاي الأراضي وهاي المناطق اللي حقيقة اللي نزحوا منها أبناء محافظة صلاح الدين مثلا عزيز بلد ومناطق جنوب صلاح الدين ومناطق سليمان بيق والقرى المجاورة إلها هاي كلها حقيقة مناطق زراعية كانت ترفد السوق العراقية بالمنتجات الوفيرة وبكل أنواعها لكن هذول بما أنه ما رجعوا أراضيهم إلى الآن مهجورة وهاي خسارة اقتصادية أخرى بعدين إحنا لما نطالب بالحفاظ على الأمن في منطقة غير نرجع أهلها في سبيل حتى ترجع المؤسسات ترجع مراكز الشرطة مثلاً هذا الأمر أيضا ما جاي يحصل بالتالي الناس اليوم لما نطالب بإعادتها إلى مناطقها هي محقة على الأقل هي تكون جزء من أمن المناطق المحررة نعم الأخ محمد من يثرب نعم يبدو فقدنا الاتصال بالأخ محمد عموما يثرب أيضا تنضم مع أخواتها يثرب يمكن أكثر منطقة إلى الآن ما رجعوا لها نازحيها اللي رجعوا هم فقط فئة محددة ويمكن بعض نازحي يثرب يقولون أنه هذا الموضوع سببه أنه ما لهم أحد منهم يرجعهم مخيم عربت هم موجودين اليوم ومتوزعين أيضا على مناطق محافظة صلاح الدين لكن الأشهر اللي موجودين ضمن مخيم عربت وهؤلاء أيضا يعانون الأمرين خاصة أن درجات الحرارة في انخفاض مستمر اليوم اللي قاعد ببيته وحاط الصوب قباله بردان فكيف بهؤلاء الناس الذين يفترشون الأرض ويلتحفون خيم مهترئة لم تستطع لا الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية من إيجاد بدائل على مستوى تسكين هؤلاء كان الكلام يدور دائما عن كرفانات وغيرها ما وفروا لهم شيء إلى الآن ومعاناتهم مستمرة نعم يمكن الأخوة يقولون أكو مشكلة يمكن بالاتصالات عموما احنا بلد يحتاج إلى مو عصا سحرية إلى رجل طيب رجل حقيقي يستطيع أن يأخذ بيده إلى بر الأمان الكلام عن الحكومة بالسوء ما ينفع مو دائما نتكلم بالسوء لكن علينا أن نظهر أخطائهم في سبيل أن
يشخصوها هم ايضا، وايضا يحاولون يخلوا لها علاج، خاصه انه احنا بنهايه سنه ونريد نبدا سنه جديده، نتمنى انه يصلحون من ادائهم. متصل اخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي العزيز وياك ابو عبد الله من عشيره الرفيعات. ابو عبد الله مين؟ من عشيره الرفيعات من صلاح الدين. حياك الله. يا اخوي صار لنا احنا اكثر من سنتين مهجرين. نعم. والله ومناطقنا محرره وكل شيء ما فيه. واللي نطالبه من المحافظ ولا من حكومه بلد ولا من عشائر بلد انه تلتفت لنا التفاته، حتى لو يعني مثل ما يقول يعني التفاتت ايش؟ التفاتت رحمه. يعني احنا شنو منطقه سلمي من قبل دوله، من قبل حكومه ضعيفه، احنا شنو ذنبنا؟ احنا بنرجع لمناطقنا يا اخي، واذا ما رجعوا لمناطقنا خلي يقولوا لنا يابا ما رجعكم المناطق. نعم، اكو تصريحات تقول انه يعني المؤمل خلال منتصف شباط كل النازحين من ابناء صلاح الدين راح يرجعون. زين هو المحافظ من طلع يا استاذ العزيز؟ المحافظ من طلع رحم الله والديك. المحافظ من طلع قال اسبوعين، بعدين صرح قال اسبوع، بعدين الاسبوعين راحن والاسبوع راح وصار لنا اشهر، نعد اشهر واحنا بخيم يا اخي واحنا نازحين وحالتنا تعبانه. ويعني الحل شنو؟ يعني كحكومه او دوله ايش يكونون؟ المحافظ ما له سلطه على الحشد. والحكومه المحليه ما لها سلطه الحشد، اذا شغلتنا تدير الحشد ما يحاكمون الحشد، الحشد شنو حشته بان ما يرجعون العوائل؟ والله هي هاي طبعا واحده من الاسباب، واكو اسباب اخرى ربما البعض يحاول يمكن يركب الموجه او يسوق لنفسه من السياسيين، ف عنده بها غايه جايز. والله يا استاذ واحنا نشكركم كذنات احنا كأغراء. احنا احنا حقيقه يعني منكم واليكم وعايشين حالتكم وعايشين ماساتكم، ومن من يوم من تسعة يعني من تسعة حزيران المشؤوم وحتى يومنا هذا نحن نتكلم بهذا الموضوع، موضوع النازحين هو الاولويه. اللي قاعد تنظرون بهاي النظره الاخويه وانتم على مستواك. يستم راسك اخي الكريم، بارك الله بك. اشكرك استاذ رحمه الله. اني لي اشكرك جدا على اتصالك. نعم. عندنا متصل من بيجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي الكريم. استاذ. حياك الله، من وياي؟ معك محمد من بيجي. اخي محمد حياك الله. زين بيجي راح ترجعون؟ طبعا نحب ان ما راح يبقى الشعب ينتظر 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 ويبقى ينتظر الى ان يموت طبعا. بس بيجي راح ترجعون ان شاء الله، يعني اكو ثلاث تصريحات هامه من ثلاث مسؤولين مهمين قالوا انه راح ترجعون. والله احنا ان شاء الله عملنا، بس اذا نبقى على هاي الحكومه على هاي نفس الشخصيه بنفس الوجوه راح الشعب يبقى ينتظر الى ان يموت. يعني هاي منطقة صار لها سنتين محررة كثير. اخي محمد، اخي يعني محمد يعني عوف التشاؤم شوية، عوف التشاؤم شوية. كون لحد لا ما رجع عليه نفر واحد، يا ابني محمد وشنو السبب؟ محمد 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 اسمح لي اسمح لي بس عوف التشاؤم شوية وخلي روحك رياضية مثل بعض السادة المسؤولين اللي طلعوا الكريسماس السنة واللي تتصل عليهم تقول له اني وين، يقول لك اني بدبي، لو اني بعمان، لو اني ما اعرف وين. يعني تدري دي يقضون الكريسماس هم وعوائلهم، طبعا باستثناء بعض المسؤولين حقيقه حقيقه قرروا هاي السنه يروحون يقضوها بالمخيمات وتعايش ويا النازحين اللي هسه قاعد يموتون بالبلد، مثل ما يصير مع مخيم الحجاج ومخيم البيضاء، اكو اطفال ماتين بالبلد. هم شو همهم؟ هم راح يوم راح نهايه راس السنه راح يطيروا في مال الله على دبي او على غير مكان. خلي الشعب يموت وينتظر، مثل ما برنامجك الشعب ينتظر، خلي يظل ينتظر الشعب. والله المفروض الشعب ما ينتظر هالقد، والمفروض احنا ايضا ما ننتظر هالقد، لانه حقيقة واقع مؤلم ومزري، ومثل ما توقعنا طبعا، يعني توقعنا هذا الموضوع انه يعني عماد الاتصالات في الحلقة الاخيرة من هذا العام راح تكون للنازحين. الصاد ايضا العوائل قاعد تنزح. نعم اخي محمد.
مأساة مأساة، والآن أكو مأساة أخرى أيضا هي الهجرة العكسية من المناطق المحررة. أكو أيضا العكسية نعم ما أقول أنت أنت نعم. منطقة محررة حتى اللي رجعوا حتى اللي رجعوا يعني قسم منهم يرجع يعني خاصة في الشرطة. نعم نعم أخي محمد أنا أشكرك جدا، وأيضا أيضا نعم الأخ ناجي، ناجي من منطقة التاجي، حياك الله أخي الكريم. عين الله يسعدك أستاذ. حياك الله حياك الله أخ ناجي. عين احنا صار لنا تقريبا بالسنة مهجرين من يثرب. نعم أستاذ العزيز احنا لا جاي رجعون له ولا احنا من قالين ترجعون وما نعرف شو وقت الرجعة مالتنا. انتوا يمكن اللي ساكنين بمجموعه من المحلات لو الهياكل، يعني عندي معلومه انه اكو نازحين من يثرب عددهم كان بالتحديد 130 عائله ذولا بالتاجي، انت من ضمنهم اخي الكريم؟ لا حبيبي لا لا جماعه بلد من بلد من بلد ومناطقنا كلها تحررت وما رجعنا لحد الان. والله هو المؤمل انه منتصف شباط ترجعون واحنا بدنا ننتظر وياكم ايضا، وما ظل الموضوع شيء يعني يمكن اقل من شهرين اذا او شهرين ونص اذا قدروا الاخوه الساده المسؤولين يلزمون الجهات اللي تمنعكم من العوده فهذا خير وبركه، اما اذا ما قدروا فوالله مصيبه لان هذا معناه فشل ذريع وانتكاسه لأبناء محافظة صلاح الدين النازحين منهم تحديدا. يا أستاذ العزيز يا أستاذ العزيز نعم أسمعك يا أستاذ العزيز والله أخالق عنا راحت أحلنا فطس أحولي ماتت أهل تتشرين والله خال ما ظل علينا أو والله قشرون أكتشر خالي أو والله هجموا بيوتنا يا خالي أو والله يا خالي تلفني ترافقنا وما شاشة خال والله حلابات خالي أكفي لك الله راحنا 40 دون البستان زبرنا والعام والسنة شردنا وخلينا. نعم يعني والله إحنا نضم صوتنا إلى صوتك ونقول لك حقيقة هذا الموضوع المؤلم، وقلنا نازحي يثرب يعني هم يمكن اللي اكلوا الصواب الحار في حقيقة هذا الموضوع، نازحي يثرب تبهذلوا تدمروا ويمكن هم أكثر الناس اللي اتصلوا على قناة سامرة، هاي الناس تحب قاعها يعني يا حكومتنا المركزية يا حكومتنا المحلية. سيد أحمد ناظم أيضا انذكر بوعوده الدائمة تجاه أبناء عمومته وأهله من نازحي يثرب. نعم الأخ أبو أحمد، أبو أحمد أنت على الهواء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو أحمد. أستاذ العزيز إذا أقول لك انتخبنا في هذا نعم إذا أقول لك انتخبنا فلان هذا واجبنا عيب علينا. نعم بس إحنا انتخبنا ولدنا انتخبنا أخوتنا أبو مازن وشواق سالم الجبوري انتخبتها بدون ما تعرفني على شجاعتها لأن شفتها من قرقة العلم وقرقة الشسمها هي بلية هي وحمايتها تطلع بالعوائل. نعم إيه بس شنو ابو احمد على شجاعتها بدون ما تعرفني ليش السنسونه حال الضيم ومهجرين والبرد والثلج علينا وعلى جهاننا ليش نسونا شو مسوين؟ انت نازح وين بالضبط؟ انا بس اليمانيه ومنطقتي صار 3 سنين محرره من السيد غريب. نعم بس اليمانيه نعم بمخيم لو قاعد ببيت حضرتك؟ لا والله هيكل يا استاذ العزيز كنت بالمخيم ليلان وتحولت فردونه وهيك بمخيم هيكل. نعم هاي تاليها عراقي
قاعد سلام للاخ ابو مازن، سلام للاخ ابو مازن وشواق الجبور اللي انتخبتها على شجاعتها لكودنها، والله ما شايفه ولا اعرفه غير بالتلفزيون. نعم والله نتمنى ايضا مناشدتك توصل للسيد السيد المحافظ حتى يقدر يسرع لنا حقيقه بهذا القرار، لانه هم قالوا خلال هاي الفتره، فنتامل ان شاء الله انه اول العائدين ان شاء الله انتم ابناء مناطق جنوب صلاح الدين وكل النازحين الباقين. وعندنا ايضا مشكله بسليمان بيق والقرى المجاوره لها، هذول طبعا منسيين دائما، نتمنى انه عين الحكومه تكون عليهم وانه يتذكروهم و يستعجلون بإعادتهم، لأنه حقيقة هواية منهم اليوم بمناطق نائية وبمخيمات وعلى الجبل ومتبهذلين بهذلة مو طبيعية. ذكرونا إياها هاي طبعا تصلنا رسائل خاصة دائما، يعني خاصة من مناطق سليمان بيق والقرى المجاورة إلها، والفعل الأساسي بهذا الموضوع هو الاستقواء. فنتمنى الله يقوي حكومتنا المحلية على الناس اللي تمنع إعادة نازحي محافظة صلاح الدين. نعم الأخ محمد. ألو ألو السلام عليكم، تفضل. ألو شو هات الساعة يا ناس؟ حياك الله أخي الكريم. ألو السلام عليكم، تفضل. شو هات الساعة يا ناس؟ اسمعني من التليفون الله يخليك محمد. شو الصحة؟ حياك الله، اسمعني من التليفون الله يحفظك. شو الصحة؟ الله يبارك بعمرك، تفضل اخوي الكريم. هاي شو قالون عرج على كثري بشي حاجه الان، ها صار قطعت رسمي اساسا شو ماكو. والله ذكرنا قبل قليل انه هذا الموضوع يعني بموعد مسبق، يعني اكو كلام عن موعد عن منتصف شباط، فاذا صار هذا الموضوع ترجعون ان شاء الله، واذا ما صار فمصيبه معناها. مو معقوله يعني كل هاي اللهجه الحاده والكلام عن اعادتكم، وذكرنا انه اكو شخصيات مسؤوله. المطر وقاعدين الخرافات، والله الليل ما لنا خير من ورا المطر. انت وين ساكن الان؟ محمد وين ساكن؟ باي منطقه؟ بالعظمية يا خرافات، يعني الليل ما لنا خير من ورا المطر، ولا شبعنا من الفياض مال المطر ومن هالبهدله. انا بس راجع بالخير مال الله. نعم محمد، انت من وين؟ من صلاح الدين بالضبط؟ من يثرب؟ من يثرب، من العاجلية. نعم محمد، انا اتمنى ان شاء الله انه مناشدتك وصلت وانه تنضم ويانا الى قافلة المناشدين لإعادتكم قريبا ان شاء الله، ومثل ما توقعنا. نعم الأخ سعد. نعم سعد من بيج المنكوبة. السلام عليكم. حياك الله أخ سعد، شلونك سالي عزيز؟ حياك الله وحيا الله هالبيجي، وإن شاء الله الرجعة قريبة. أشكرك سالي عزيز بخصوص الرجعة والبيجي، صدرت كتب كثيرة ومشاركات كثيرة على الفيسبوك ومن خلال البرنامج مالكم عندي مشارك. نعم نعم أخ سعد، يعني يوميا صار عندنا كتاب، صار اليوم سنتين ونص لا اشوف مرجع لا شيء، ومكتب رئيس الوزراء اخذ كتاب من عند حيدر العبادي بخصوص الرجعه، وكل شيء ما شفنا. بيجي اولا يراد لها جهد اخر، مو بس رجعه وقبل يا اخ سعد. بيجي انعلمت منكوبه واكثر من 90% من منشاتها وبيوتها مدمره. محتاجه بيجي الى جهد اخر يعني غير الجهد اللي تفكر به انت حضرتك. نعم خلينا منطقه ما سكننا بها. نعم مو بسيطه اليوم ان 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 يرجعوا النازحي بيجي. بيجي يراد لها مجموعه امور، يراد لها يعني اعمار، يراد لها كهرباء، يراد لها ايصال ماء، يراد لها اعمار البيوت. يعني كهرباء وصلت، الخصوص الكهرباء والماء، يعني المي مشاريعها كلها موجوده ومتوفره، ومناطق الشرقاط والقياره كلها رجعت. يعني الا بيجي، يعني شنو القصد من بيجي؟ والله هي بيجي قلت لك هي بيها هاي المعضله وبيها معضله ثانيه اللي هي معضله المصفى. المصفى ايضا يعني يراد له يعني يراد له ما اعرف تفاهمات خاصه، يراد له جهود خاصه. مستفادين معده. نعم
سعد أنا أشكرك جدا، وتمنياتنا إن شاء الله بسرعة العودة، وتمنياتنا أيضا أن ينحل موضوع المصفى. المصفى اليوم آراء تتجاذب. أخيرا سمعنا أنه يعني الحكومة العراقية قررت إعادة إعماره بجهود عراقية. دار الكلام عن محاولة نقله إلى أماكن أخرى، والسرقات حقيقة إلى الآن ما تزال به مستمرة، والكلام على عهدة شخصيات مسؤولة من محافظة صلاح الدين ذكرت في برنامجنا هذا وفي برامجنا الأخرى التي تبث عبر شاشة قناة سامراء أن المصفى يتعرض إلى سرقة منظمة، بل ويتعرض أحيانا إلى تخريب منظم. يعني لما ما يقدر يشيل الحاجة هذا الشخص اللي جاي يسرق بمحتويات المصفى، لا يخرب، يعمل على تخريب الأجزاء الثابتة اللي ما يقدر ينقلها. بالتالي هذا الموضوع موضوع تخريب اقتصاد. واليوم يعني هنالك جهات تسيطر على الأمن في بيجي، وهنالك أيضا شد وجذب ربما انتهى بين الحكومة المحلية وهذه الجهات، والمؤمل إن شاء الله أن يعود المصفى وبأسرع وقت أن يعود يعني إنتاجه وتشغيله وغيرها. واحد من أكبر مصافي الشرق الأوسط، وللأسف الشديد تعرض إلى ما تعرض له يعني أثناء العمليات، عمليات التحرير وما بعد ذلك من سرقات وتخريب منظم. متصل آخر. أنا هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك هاني؟ حياك الله أخي الكريم. أنا من أهل الديالة. الاسم بالخير؟ عبد الله. عبد الله الأخ عبد الله، حياك الله. أنا إحنا مترحلين. مرحلين؟ إيه، من أهل الديالة جلولا رجعت، والقرى وباقي المدينة ما ترجع. إيه. حضرتك من جلولا نفسها؟ أخ عبد الله؟ نعم. يمكن فقدنا الاتصال بالأخ عبد الله. نروح إلى الأخ خضير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي، أنا أشكركم على هاي القناة المفضلة. حياك الله، حياك الله أخي الكريم. أي والله، على مود شغلة الحويجة ناسينها، ما أدري شنو السالفة. ما حد ناسيكم، ما حد ناسيكم، بقناة سامرة ما ننسى أحد إن شاء الله. أي والله، يعني إلا ما شاء الله. أشكي لك من المعاناة، أخويا اليوم دق علي، الثاني مو بالحويجة طالع، بس أخويا غادي بالحويجة. نعم. أي والله محاطرينهم، لا يقدرون حتى اتصال ممنوع عليهم، يعني أكل ما ظل، يعني ظلت بس رحمة الله. ونعم بالله، ونعم بالله. والله والله يا اخويا محاطرينهم، شلون بسجن؟ جوز السجن اهون. موضوع الحويجه هو ايضا محير، يعني احنا دائما نسال هذا السؤال، بداوا بعمليات الموصل، إيه ليش ما بداوا اول شيء بالحويجه؟ يعني ليش تترك دائما هاي الخاصره الضعيفه؟ ليش ما تحررها؟ ثاني راح اقول لك عليها. نعم. كلهم انسحبوا هسه من الشرقاط والموصل، هسه انحصروا بالحويجه، اقسم لك بالله، يعني اخوي سولف الدواعش. يعني اي والله العظيم، وجاي يستعرضون ويبهذلون بالعوائل، تطلع يقول لهم متى تطلعون؟ اطلعوا على الجبل وطق عليهم العبوات على العوائل. اها، الله 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 يشهد على هذا كلامي. ونعم بالله. والله يوقفون بالعوائل، يقولون تريدون تطلعون ما عندكم فلوس تدفعون اطلعوا، ما يخالف لكم الامان. خطايا يطلعون ما يدون بنفسهم، يطلعون على اتجاه الجبل الطب عليهم العبوات. يعني الناس تبهذلت، والله يا اخويا الناس تبهذلت. والله يسمعوكم الساده، يسمعوكم الساده المسؤولين عندكم. وطبعا الحويجه دفعت الثمن غالي. الحويجه اهلها اليوم اللي موجودين بداخلها محاصرين فعلا، ومضيق عليهم الخناق اكثر من اي فئه موجوده الان، يعني باستثناء ربما اهلنا في الموصل باعتبار ان المعارك اصبحت قريبه. الله ان شاء الله. نعم. اي والله رحم الله والديك اخويا. الله يفرج عنكم جميعا ان شاء الله، وعن يعني القضاء العزيز، قضاء الحويجه ضمن محافظه
كركوك. القادة الأمنيين والله ما أعرف شلون فكروا لما تركوا هاي الخاصرة اللي اسمها الحويجة واشتغلوا قبل على معركة الموصل، يمكن أيضا بسبب أنه مناطق مترامية الأطراف مرتبطة قليلا بمنطقة وعرة، منطقة جبلية، ربما كانت المخاوف من هذا الموضوع. لكن احنا اللي يهمنا نوصل رسالة للسادة المسؤولين، وخاصة عن موضوع المعارك وعمليات التحرير. يا جماعة ترى الإنسان البشر أهم بكثير من الأرض. يعني نعم الأرض غالية وعزيزة، وربما هذا ما نريد ندخل به بغير إطارات، موضوع معركة الموصل وشنو ارتباطه بالانتخابات الأمريكية وشون فكروا في سبيل أن يبدأون هاي المعركة، وارتباط هذا الموضوع أيضا بملفات أخرى ربما تكون سياسية وربما تتعلق بشخص السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي. هاي الضغوطات كلها احنا نعرفها، بس المهم اليوم عندي تحرر الإنسان أكثر من ما مهم عندي أتحرر الأرض. نعم نعم. ألو ألو. نعم ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي العزيز. نازح. نعم أخي العزيز أنت على الهواء، تفضل. زاد فضلك بارك الله بيك وبيك. نازح من عزيز بلد. نعم. احنا صار لنا سنتين نازحين، سنتين وشهرين وثلاث اشهر تقريبا. نعم. ايه ومقطوع السوق فينا. ورا احنا ما صارت معارك بلد. ورا ما تهجرنا فجروا بيوتنا. نعم. ورا ما هجرنا فجرت بيوتنا وانقصت بساتيننا وما نعرف مصيرنا شنو، مجهول. طيب اتصلت بالسادة أعضاء مجلس المحافظة يعني عن هاي المناطق، السيد حردان لفت الحردان مثلا؟ ما يقدر يسوي شغلة يا أستاذ الفاضل. يوعدونا بوعود وما في نتيجة. والله نتأمل الوعد الأخير إن شاء الله بي نتيجة، لأنه إذا ما بي نتيجة مصيبة. والله يا أخي العزيز إحنا وياكم نترقب، الإعلام مو جزء من السلطة، هو اسمه سلطة رابعة، بس ترى الإعلام مو جزء من السلطة، الإعلام ضاغط على السلطة من أجل تحقيق مطالب الشعب. الإعلام مو جزء من السلطة. نعم. متصل آخر، نأخذ الأخ محمد. الو السلام عليكم. حياك الله اخي الكريم. حيا الله مبارك، نسأل الله رب العرش العظيم ان يحفظكم يا ربي ويجعل هالقناه موقره يا ربي ويديم عليكم الصحه والسلامه. علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. اللهم يا ربي اجمعين، نسأل الله ان ينشر الامن والسلام في بلدان المسلمين وخاصه العراق يا رب العالمين. امين امين. استاذ ياني من مخيم عربد حاليا. نعم. داخل المخيم الآن؟ دا تكلمني من داخل المخيم؟ نعم نعم داخل المخيم، وعدنا قبل فترة طفل تقريبا عمره سنتين ونص تقريبا. نعم. اي سيدي وتوفت، يعني سبحان الله خابروني بالنين قالوا توفت عندنا طفلة، ورغم كل هذا يعني خطيئة هم ما مقصرين بالنفط، بس الجو بارد عندنا، الجو بارد يعني من 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 يعني حيل بارد اللي ما توقع البرد، واحنا بالخيمة لا 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 في لا برد ولا حر، ما تدري عن كل شيء. يسمعوك ان شاء الله، يسمعوك ان شاء الله الساده المسؤولين اللي طلعوا يحتفلون بالكريسماس اليوم، يعني يسمعوك ان شاء الله. والله العظيم والله العظيم ما نقول شر البليه ما يضحك. وما نقول سبحانك شر البليه يعني ما يضحك. البريد يعني ما ايش اقول لك، ما اعرف ايش اقول لك سيدي، ويعني البريد من صفحه منا يعني انا اليوم يعني قبل فتره زرت يعني بلد خطيه والله القوات الامنيه
وملقاهم كلش طيب يعني رحب بنا يعني حيل ما يعني حيل حزنت من رحت البلد يعني قطيع ملقاهم حيل طيب وبالضلوعية أيضا يعني ملقاهم حيل طيب بس الزاد الفاضل يعني احنا تعبين حيل بالمخيم يعني ان شاء الله تنتهي معاناتكم قريبا ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى اخي محمد اخي محمد نعم نعم اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه تنتهي معاناتكم ومعانات كل النازحين واني اشكر يعني اتصالك ونعم متصل اخر نعم عندنا متصل آخر. ألو. ألو. تفضل أخي الكريم أنت على الهواء. أنا حجي عامر من مخيم هربد. هلا بحج عامر حياك الله. صار أنا تزعل رايح من هذه والبحش من هذا صار أنا سنة أستأخر طبانة وبهربس جديد وتعلم وإحنا نطالب من الله ومنكم أنتم وعلى السمرة الشريفة. بدأت عين الأوطان شنو من الأكل تبذلنا الله شاهد يعني بارد الجو يعني الخيمة طنها جديدة صح بس شنو تندي علينا ما هو رأي ماكو لزول صلاح الدين تم الله شاهد ما يتشال يعني بس ما هو رأي فراش ما عندنا يعني فراش فراش يمكن طلع كل واحد دوش جينه وبطل إذانة 11 نفر والله ماكو جالسي مال ما عندنا راحت كلها راحت بالنزوح بالبيوت احترقت واحنا طالب من حافظ الدين يشوفوا لنا الدناسي واسه نرجع ثلاث عباد في دناسي مستمسكات فطاره تموينيه وماكو هاي الحد الان هي 2014 لاكو 16 17 ما طوها حجي عامر الامنيات مشتركه ان شاء الله نشكر اتصالك يعني الامنيات مشتركه ان شاء الله بان تكون عودتكم ان شاء الله سريعه وناجزه وحاسمه وما تظل بعض الجهات العشائرية اللي أحيانا تدفع بالأمور باتجاه أن تعتبر طائفي وتستثمر الموقف لصالحها من أجل إبعادكم عن مناطقكم. والموضوع اليوم مو موضوع أنه والله النازح رح يجي النازح هو انهزم منك لأن هو داعشي، لا، أكو ناس تفكر هذا التفكير الضيق. هو لو راضي أصلا بداعش كان بقى مع داعش، لكن هو طلع لأنه هو يدور أمان إلى والعائلته ويعرف كل زين أنه داعش هو عدو للجميع. وأكو معلومة أخرى أيضا أنه أبناء هاي المناطق دفعوا الثمن غالي بأنفسهم وأموالهم وبيوتهم ومزارعهم للأسف الشديد للأسف دفعوا الثمن غالي إذا يسمح للأخ المخرج. فهذا الموضوع حقيقة يعني يراد له وقفة جادة، يراد له وقفة وطنية جادة، مو أن تمر الأمور هكذا وأنه والله العشيرة الفلانية تمنع العشيرة الفلانية لمكاسب ومصالح الله هو أعلم بها. نأخذ متصل. نعم، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو الصحة، أمورك، أحوالك؟ حياك الله أخي الكريم. ألف رحمة على والديك، وياك أبو نمر من العجيلية من منطقة يثرب. حياك الله أبو نمر. ملينا والنعل والدينا، المطر فوقنا والنعل سلفانة، ما حد جاي يفكر بينا، المسؤولين نايمين كل من حاطته ونايم جواها وإحنا بالبرد والطين والمي. لا مو نايمين بالله الكريم نايمين كل من يفكر مو نايمين عندهم جولات مال كريسمس دا يحتفلون. احنا نتمنى من الله بانه كل واحد خير وشريف ويسعينا بهاي الرجوع مال يثرب بالاخص البحشمة، ما حد يداعي وما حد يداعي بيهم. قناة سامر الداعي بيكم ان شاء الله وراح تظل الداعي بيكم. رحم الله امك ويا ابوك والبجيلي عندهم احمد ناظم والبحشمة ما عندهم احد. والله السيد احمد ناظم زاد عليك العتب، ونتمنى يوم من الايام يعني لو نضيف حضرتك ونسالك عن وعودك لابناء عمومتك ولاهلك. كنت دائما
يعني تتصدى للموقف وتقول أنا إن شاء الله وكل الخيرين نرجعهم، فإن شاء الله يسمعنا الأستاذ أحمد ناظم ويستجيب لهذا المطلب ويكون فعلا 15 شباط هو موعد نهائي لعودة النازحين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ عزيز؟ حياك الله أخي الكريم. أستاذ أنا محمد من بيجي. محمد؟ من بيجي. من بيجي. أستاذ إحنا نازحين في محافظة كركوك. نعم. أستاذ إحنا صار لنا أسبوع أخذوا مستنسكات يرسلوننا وإحنا ولا نروح محافظة صلاح الدين، أولاً ماكو بيوت، ثانياً محافظة من الدائبين خليه يشوفنا محتاجين ما محتاجين، لا هجرة. لا أحد جانا لا أحد شيء سنتين إحنا ثلاثة ونص رحنا. نعم. أستاذ إحنا وين نروح؟ ما تقول له ما نروح لا أقوم مناطق ما رجعت لا شيء. تدخلون وأخذوا مستنسكاتنا. والله هاي هذا الموضوع يعني حقيقة نتمنى سعة الصدر من إدارة محافظة كركوك، واللي يعني اللي نعرف حقيقة أنه بعض أعضاء مجلس المحافظة صرحوا أنه عملوا اتصالات مع سيد محافظ كركوك وأنه هذا الموضوع ربما انتهى، موضوع سحب المستمسكات والوثائق لحين إعادتكم إلى دياركم إن شاء الله سالمين معززين مكرمين. إذن مشاهدينا مرت على عجالة لأنها كانت معكم، مرت على عجالة والشعب منذ فترة طويلة ينتظر. عام مضى، نتأمل إن شاء الله أن تتحقق الوعود في العام الجديد، أولا بعراق آمن رخي، ثانيا بأمنية خاصة لمحافظة صلاح الدين أن يعود نازحوها وأن ينصلح حالها وأن يتفق كل سياسيها ومسؤوليها الحكوميين على رفعتها ورفع شأنها وتضميد جروحها، فما مر على صلاح الدين كان كبيرا وكثيرا. وفي الختام تقبلوا تحياتنا، نتمنى لكم عاما سعيدا، إلى اللقاء.